مساء الخير على كل مشاهدي 90 دقيقة. نبتدي معاكم أخبارنا النهاردة. أحب أقول لكم الأخبار الحلوة الأول. فرحة فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية السنة دي 2019، وفرحة فوز نجمنا محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. مجلس الوزراء النهاردة هنى الكابتن محمد صلاح بفوزه بالجائزة، وكمان صلاح فاز النهاردة بجائزة تانية وهي جائزة الإبداع الرياضي في دبي، واستلم الجائزة من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ضمن احتفالية الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي. معايا على التليفون الناقد الرياضي الكابتن هيثم نبيل مدير تحرير موقع يلا كورة. مساء الخير يا كابتن. جان مساء الخير، ومساء الخير على جميع الناس اللي بيتفرجوا علينا. مساء الخير. يعني الحقيقة من امبارح واحنا في حالة مختلفة رياضيا يا كابتن، الأحداث كتيرة، وطبعا يعني كون ان مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية ل 2019 ده شيء يفرحنا. طبعا حدث مهم جدا، سواء للرياضة المصرية او للدولة المصرية، لان ده اكبر حدث رياضي في القارة، وبيتزامن مع رئاسة مصر للقمة الأفريقية، فهو حدث مهم جدا رياضيا وسياسيا وتسويقيا وكل حاجة ممكن نتكلم عليها. يعني الفكرة بقى احنا ازاي هنتعامل مع هذا الحدث بالظبط يا كابتن، وازاي هنخرج منه مستفيدين بأقصى استفادة ممكنة، ازاي يبقى شكلنا مشرف بالظبط، دي حاجة، وازاي كمان نقدر نوري صورة مصر الجديدة اللي بتتبني للعالم كله، لأن صحيح. العالم كله هيتابع هذه البطولة، وإزاي نستغل الأيقونات بتاعتنا زي محمد صلاح، إزاي هنعرف نستغله؟ يمكن إحنا قلنا شوية أفكار كده قبل كده، وأتمنى إن الناس تخرج خارج الصندوق تماما وهي بتفكر في هذه البطولة، لأن البطولة دي مختلفة تماما عما قبل ده، يعني كل شيء كان قبل البطولة دي حاجة، والبطولة دي حاجة تانية خالص. اولا لميعادها، توقيتها مهم جدا لمصر كدوله وكرياضه، هي هتكون في شهر يونيو تقريبا يا كابتن. شهر يونيو ان شاء الله. شهر يونيو ان شاء الله، فده وقت صيف كمان. يعني ننفع نعمل فيه حركه سياحيه كبيره جدا، نعرف بطريق كده لطيف، يعني نجيب سياح تيجي تتفرج على البطوله وتيجي تستمتع بمصر، نوري للناس الحاجات اللي حصلت في مصر خلال الفترة اللي فاتت عن طريق الرياضة، لأن دي حاجات مهمة جدا لازم نوريها للعالم. بلس كمان إن احنا لازم نستغل الموضوع ده في تحسين منظومة الرياضة المصرية عموما. يعني منظومة الاستادات على الأقل لازم يحصل فيها ثورة كاملة قبل البطولة، ونقدر نشوف استادات آدمية، البني آدم يعرف يخش يتفرج على المباراة وهو سعيد. يحصل فيها إيه بالتحديد يا كابتن؟ لا حاجات كتيرة جدا يا دكتور. يعني أولا إحنا عندنا أنا آسف بقى في الألفاظ اللي هقولها عشان دي بتاعت كورس. يعني الحمامات بتاعة الملاعب لازم تتغير تماما ويتعمل حمامات نظيفة، الكافيتريات اللي بنشوفها في الملاعب لازم تبدأ يعني يتعمل مناقصات على شركات أو مطاعم كبيرة وكافيهات كبيرة يبقى ليها أماكن داخل الملاعب، زي ما بنشوف في جميع أنحاء العالم، لأن الناس المفروض في كل أنحاء العالم بيروحوا الملعب زي ما يكون رايح سينما أو رايح مسرح، هو مش رايح يتعذب. إحنا عندنا هنا بنتعذب وإحنا في الاستاد عشان نشرب كوباية مية. الكلام ده المفروض ينتهي. المفروض إن الملاعب طبعا التجهيز بتاع الملعب نفسه والنجيلة والمدرجات لازم نبتدي عليه دلوقتي شغل سريع جدا وجيد جدا عشان نوصل للشكل الأمثل قبل البطولة. فشغل الملاعب ده لوحده، وعلى فكرة يعني شغل الملاعب ده تحديدا ممكن يكسبنا فلوس كتير جدا. ان انت هتبيعي الكلام ده او هتأجري الاماكن دي لشركات عالمية في الاكل والكافيهات والحاجات دي كلها والمشروبات، فنقدر نحقق منه ربح اصلا. كم مدينه يا كابتن هتستقبل الدوره؟ هو لحد دلوقتي لسه اللجنه المنظمه او اللي هيتنظم البطوله لسه لم تقرر، يعني لكن اعتقد اكيد يعني القاهره، اسكندريه، بورسعيد، الاسماعيليه، المحافظات الكبيره اللي فيها استاد يقدر ان هو يستقبل
الناس. بالظبط، اتمنى ان احنا نكون في مجموعات تبقى موجوده في شرم الشيخ والغردقه، حتى ممكن كمان نستغل الكلام ده، لان السفر بالطياره مش بعيد خالص، يعني تقريبا 45 دقيقه، فدي مش مشكله. وبتحصل في جميع البطولات العالميه، ممكن يكون هو في مدينه مقيم فيها، على اساس ان احنا نوري الناس المدن بتاعتنا، وبعد كده بننقله على مكان الملعب خلال 45 دقيقه، فدي سهله المفروض يعني تحصل، وبتحصل في جميع انحاء العالم يعني. كابتن هيثم، بالنسبه للجمهور، هل يعني كل الاستادات او المحافظات هتستقبل الجماهير بالكم اللي هي عايزاه، ولا هيبقى حاجات محدده، اعداد محدده؟ لا، ما فيش اعداد محدده، ده ما فيش الكلام ده، لا طبعا، يعني مفتوح العدد، مفتوح. طبعا العدد مفتوح طبعا، ولا لازم برضو ناخد بالنا من ازاي هندخل الجماهير، ازاي هنبقى عارفين ان كل تذكره ليها مكان هيقعد فيه، عشان أيوة. نبقى عارفين مين اللي دخل الاستاد، عشان لا قدر الله لو حصل حاجه يبقى عارفين مين اللي عملها، او نقدر نجيب مين اللي عملها. يعني في حاجات لازم نستعد ليها بسرعه جدا، ونستعد ليها زي ما قلت لحضرتك في البدايه كده، بفكر خارج الصندوق تماما، لان الموضوع لو مشيناه بالطبيعي مش هنستفيد اي حاجه، يعني هنعمل البطوله ونخلصها وهنرجع نقول كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم البطوله الجايه، ولا عملنا اي حاجه. وده غير مسموح به في هذه الفترة تحديدا، لأن البلد كلها قاعدة بتتقدم، البلد كلها قاعدة بتعمل إنجازات، البلد بتعمل بنية تحتية كبيرة جدا، البلد بتتقدم في مناحي كبيرة جدا، فلازم ناخد بالنا إن الرياضة كمان انعكاس لتقدم البلد. لازم نثبت نفسنا المرة دي يا كابتن. بشكل مختلف تماما يعني. بالظبط. طب عايز أكلم حضرتك على العريس محمد صلاح، امبارح والنهاردة تم تكريمه، امبارح وتم تكريمه النهارده. ازاي نقدر نستثمره؟ والله صلاح طبعا ربنا يكرمه ويحفظه، اصبح ايقونه مصريه، ازاي تستفيدي بيه منه بقى؟ ده فيلم كبير جدا وسهل جدا في نفس الوقت، يعني انا حتى كنت نشرت من فتره كده على الصفحه بتاعتي فكره بسيطه جدا، احنا ليه ما نعملش وزاره السياحه ووزاره الشباب واللجنه المنظمه اللي هتنظم بطوله كاس الامم الافريقيه هديه لعشر افراد او عشر اسر من جماهير ليفربول بسحب معين او بطريقه معينه على الناس اللي بتحضر ماتشات محمد صلاح، ان هم الاسره الانجليزيه، عشر اسر انجليزيه يجوا مصر عشان يتفرجوا على محمد صلاح وهو بيلعب في منتخب مصر، ويتناولوا الغداء مع محمد صلاح على هضبه الهرم. دي الحاجات. طب ليه لا؟ ليه ما نعملهاش يا كابتن؟ ما دي قلتها، يا رب نشتغل عليها، عشان دي محتاجه تشتغلي عليها من دلوقتي، ووزارات كتير تشتغل عليها، وتنسيق جيد جدا بينك وبين مدير اعمال محمد صلاح، لان احنا لازم ناخد بالنا ان محمد صلاح ما بقاش ملكنا لوحدنا. بالظبط. محمد صلاح مؤسسه، لازم نتعامل معاه على هذا الوضع، يعني ان هو مؤسسه احنا بنعرف ازاي نستفيد منها. فالافكار كتير جدا، ويا ريت نتحرك بسرعه، عشان احنا ما عندناش وقت كتير وما عندناش رفاهيه الوقت يعني. فاتمنى ان احنا نستفيد من كل ايقونه موجوده في مصر، سواء محمد صلاح او غيره، عشان نوصل بالبطوله دي لافضل شكل ممكن واكبر استفاده ممكنه للبلد وللرياضه المصريه. بشكر حضرتك الناقد الرياضي الكابتن هيثم نبيل، مدير تحرير موقع يلا كوره، على الرؤيه والتحليل.